من أرض سبأ جاءت البشارة بميلاد عهد يمني جديد. الدولة الاتحادية من 6 أقاليم بشارة تسللت من مشهد العنف الملفع بالبارود والمخضب بالدم جراء الحرب التي أشعلها الإنقلابيون لكي يمنعوا الوصول إلى هذه اللحظة. والأولى لتطبيق مخرجات الحوار الوطني لإعلان الإشهار بهم سبأ. أعلن محافظ مارب والجوف والبيضاء البدء بالتهيئة للإعلان رسمياً عن تأسيس إقليم سبأ واحداً من 6 أقاليم سوف تتشكل منها الدولة الاتحادية طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خطوة تردد صداها في ميدي التي اجتمع فيها محافظ الحديدة وحجة والمحويت وريمة تدشيناً للإجراءات المؤدية إلى تأسيس إقليم تهامة. ولن يمضي وقت طويل حتى تعلن بقية الأقاليم البدء في خطوات إجرائية مماثلة. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كان في صلب هذه الترتيبات بإطلاقه إشارة تفيد بأن موعد الإعلان عن تأسيس إقليم حضرموت الذي يضم أيضا محافظات شبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى بات قريب جدا، فيما لا يزال بن دغر نفسه يقوم بجولة طويلة في محافظات الإقليم في مهمة لا تنفك عن تحقيق هذا الهدف. الرئيس هادي أعلن في خطاب وجهه للشعب عشية الاحتفال بالذكرى 53 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عن توجيهه للهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار الوطني إلى تفعيل مهامها والعمل على إقرار الأقاليم والدستور الجديد للدولة الاتحادية. الأقاليم 6 واحدة من القضايا الأساسية التي أفضت إلى الحرب، لأن طرفاً في المعادلة السياسية رأى أن إبقاء سلطته المطلقة المستندة إلى إمكانية الدولة القديمة رهن بوأد مشروع الأقاليم، وها هو مشروع الاستئثار بالسلطة يسقط أمام إرادة اليمنيين في إمضاء دولتهم إلى نهايتها الاتحادية.